نحييكم في الثاني من رمضان من برنامج حدث في رمضان. في الثاني من رمضان لعام 65 للهجرة تولى عبد الملك بن مروان الخلافة الأموية. وفي الثاني من رمضان لعام 51 للهجرة الشروع في تخطيط مدينة القيروان في إفريقيا لتكون قاعدة انطلاق الجهاد والفتحات إلى بلاد المغرب. وفي اليوم ذاته لعام 114 للهجرة استمرار اشتعال معركة بلاط الشهداء بين المسلمين بقيادة عبد الرحمن الغافقي والفرنجة بقيادة تشارلز مارتل. وجرت الأحداث في فرنسا حيث اشتعلت المعركة مدة 10 أيام من أواخر شعبان حتى أوائل شهر رمضان، ولم تنتهي المعركة بانتصار أحد الفريقين، لكن المسلمين انسحبوا ليلا وتركوا ساحة القتال. وفي الثاني من رمضان لعام 1264 للهجرة الجيش العثماني يدخل رومانيا، وقد ردت روسيا على هذه الخطوة من الدولة العثمانية باحتلال مولدوفا، وذلك في إطار التنافس بين الدولتين في مدينة البلقان في أوروبا. وفي اليوم ذاته الثاني من رمضان لعام 1369 للهجرة توقيع معاهدة الدفاع المشترك بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وتضمنت المعاهدة بنودا تتعلق بفض المنازعات بين الدول الأعضاء بالطرق السلمية، وبنودا أخرى تتعلق بمواجهة أي عدوان مسلح ضد الدول الأعضاء، إلا أن هذه المعاهدة لم تدخل حيز التطبيق منذ أن وقعت. المواليد. في الثاني من رمضان لعام 1294 للهجرة ولد أحمد الهيبة فقيه ومجاهد مغربي. وفي اليوم ذاته لكن لعام 1348 للهجرة ولد يوسف عوف كاتب مصري. وفي الثاني من رمضان لعام 1364 للهجرة ولد فهد الأحمد الجابر الصباح أحد أبرز الشخصيات الرياضية في دول الخليج وأسيا. الوفيات. في الثاني من رمضان لعام 251 للهجرة توفي أبو الحسن السري السقطي البغدادي، عالم مسلم ومن أعلام التصوف السني في القرن الثالث الهجري. وفي الثاني من رمضان لعام 1439 للهجرة توفي إياد فتيح، وكان قائدا للحرس الجمهوري العراقي وجيش القدس في عهد الرئيس الراحل صدام حسين. وصلنا بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة، إلى أن نلقاكم، دمتم للقلب قلب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.